حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام. Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. أصدقاء المستمعين، تحية طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام. نضيء في حلقتنا اليوم على حفل توقيع كتاب أصنام صاحبة الجلالة لمؤلفه الزميل جمال دوملوج في المركز الثقافي الروسي في بيروت، وفي فقرتنا الفنية نتعرف إلى إحدى فرق الغناء الشعبي الروسي، وهي فرقة أورلاسكايا غارمون التي بدأت مسيرتها الفنية في تسعينات القرن الماضي مخصصين أغنيات الحلقة لها. لكن قبل ذلك نتوقف مع جملة من الأخبار الثقافية الروسية. Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. فارق الممثل المسرحي والسينمائي الروسي الكبير يوري ياكوفليف الحياة عن عمر ناهز 86 عاما في مستشفى العاصمة الروسية موسكو بعد صراع طويل مع المرض. وأشار مدير مسرح فاختنغوف كيريل كوك في تصريح إلى تكريس عرض مسرحية المرسى في الرابع من كانون الأول الجاري لذكرى ياكوفليف. يذكر أن يوري ياكوفليف ولد في موسكو في 25 من نيسان عام 1928، وتخرج في معهد شوكين المسرحي في موسكو في العام 52، وأصبح ممثلا في مسرح فاختنغوف. ومن أشهر المسرحيات التي شارك فيها هي مسرحية الأميرة توراندوت، واشتهر ياكوفليف بعدما أدى في العام 58 دور الأمير مشكين في فيلم الأبله المستوحى من رواية الكاتب الروسي الكبير فيودور دوستويفسكي المعروفة. وذاع صيت الفيلم في العالم كله. ثم أدى ياكوفليف دور ستيفا أوبلونسكي في فيلم كلاسيكي آخر، وهو فيلم أنا كارينينا المستوحى من رواية الكاتب الكبير ليف تولستوي المعروفة. ولكن الأدوار الكوميدية هي التي جلبت له الشعبية الحقيقية، ومنها الدور الملازم ريجيمسكي في فيلم أنشودة الفرسان سنة 1962، ودور القيصر إيفان الرهيب في فيلم إيفان فازيليفيتش يغير مهنته من إخراج ليونيد جايداي في العام 73، ودور الخطيب كبير السن في فيلم سخرية القدر من إخراج إلدار ريازانوف سنة 1975، ودور المسافر الفضائي في فيلم كينزاتزا الخيالي من إخراج جيورجي دانيليا سنة 1987. ويبلغ عدد الأفلام السينمائية والتلفزيونية التي مثل فيها ياكوفليف 92 فيلماً. وفي خبر ثقافي آخر لكن في عالم الرواية، حاز الكاتب الروسي أندري فولوز على جائزة بوكر الروسي 22 لقاء روايته العودة إلى بنغرود التي تتحدث عن الشاعر الفارسي التاجيكي أبو عبد الله روداكي. وقد أعلن رئيس لجنة التحكيم أندري ديمترييف اسم الحائز على الجائزة قائلا إن أعضاء لجنة التحكيم لم يختلفوا في اختيار الفائز. وقال الكاتب في تصريح أدلى به لوكالة إترتاس الروسية للأنباء إن بطل الرواية هو الشاعر الفارسي التاجيكي أبو عبد الله روداكي الذي نفي إلى بلدة بنغرود التاجيكية حيث كان يساعده ولد مرشد. واتضح في آخر الرواية أنه ليس الولد من يرشد الكاتب إلى الطريق، بل الكاتب يرشد الولد فاتحا أمامه أسرار الحياة. ونبقى في موسكو كذلك، حيث افتتح في مركز التصميم أبرتلاي أول معرض باستخدام أحدث التكنولوجيا سينسوري 4، وسيتم عرض أعمال الرسام العالمي فان جوخ للمرة الأولى على شاشات ضخمة تصاحبها نغمات الموسيقى الكلاسيكية. وعرضت أعمال الفنان على شاشات مثبتة على الجدران والأعمدة والأرضيات. وقد صممت الشاشات لتلفت الانتباه إلى مختلف تفاصيل أعمال فان جوخ وأسلوب به الفريد. وقدم المعرض صورا ومواد وثائقية. وقد زار معرض لوحات فنان جوخ الحية أكثر من مليون شخص في سنغافورة واسطنبول وأنقرة وسان دييغو وبودابست والولايات المتحدة.
أصدقائي، وقع الزميل جمال دملج كتابه أصنام صاحبة الجلالة في المركز الثقافي الروسي برعاية ومشاركة السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين. الزميلة كارولين بزي تطلعنا على حفل التوقيع في هذا التقرير. برعاية سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، وبحضور الملحق الثقافي والإعلامي في السفارة سيرجي فرابيوف ومدير المركز الثقافي الروسي في بيروت خيرات أحمدوف، أطلق المراسل الصحفي والمحلل السياسي جمال دملج كتابه الذي يتناول مسيرته المهنية وخفاياها، والذي يحمل عنوان أصنام صاحبة الجلالة، وذلك في المركز الثقافي الروسي في بيروت. وفي مقدمة الاحتفال عرض فيلم تناول مقتطفات من مسيرة دملج المهنية وانتقاله بين قناة وأخرى وبلد وآخر. هذا واعتبر السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين في مداخلته أن الكتاب يصل الماضي بالحاضر والمستقبل، داعيا لاستخلاص العبر من التطورات التي نعيشها. فالتجربة لخدمتكم نحن نستفيد منها، ونحن كدبلوماسيين أيضا نحن كنا في دول، فربما كل واحد لدينا خصوصية معينة في العمل، ولكن هناك أشياء مشتركة كثيرة. فحتى عندما شاهدت الآن على الشاشة الأصدقاء الروس وغير الروس، فهذا يريحنا. وهناك تواصل ما بين الماضي وبين ما يحدث الآن وللمستقبل. فلذلك أعتقد أن هذا الكتاب ربما كتاب أول بعدين يصير ثاني، لأنه فكرتكم أفكاركم للمستقبل، وهذا أهم شيء. أنه أنا سمعت الآن تقييمكم لما يحدث الآن، فعلينا استخلاص الإبر من ما يحدث، وليكون لدينا تحليل أعمق ما يمكن من هذه التطورات. الموقف أو النهج أو التقييم الروسي الرسمي لما يحدث معروف جدا في كل المقالات للرئيس بوتين أو وزير الخارجية لافروف حول السياسة الخارجية الروسية. نحن نعتبر أن العالم دخل مرحلة انتقالية، مرحلة جديدة. نحن نتطلع، نحن كروسيا ندعو ونشتغل من أجل إقامة النظام العالمي المتعدد الأقطاب، فهذا شيء جوهري. فنحن نريد إيجاد الشراكة واسع النطاق مع عدد أوسع من الدول من أجل القيم الإنسانية والشرعية الدولية. هذا هو الجوهر. وفي هذا الكتاب أنا أيضا كنت أريد أشير إلى الأشياء المهمة بالنسبة لنا، المرحلة الأولى لمجيء بوتين إلى السلطة والكلام. فأنتم أشرتم إلى هذه ربما الكلمات الأولى، العالم استمع من الرئيس بوتين عندهم بهذه الصفة، وهذا شيء مهم لأنه نحن لا نزال نطبق أو نواصل هذا الطريق. هذا ورأى الكاتب والإعلامي أنطوان سعد أن الكتاب يدعو إلى تحطيم الأصنام التي هي برأي دملج أشد خطورة على الرأي العام من سائر الأوثان، مشيدا باندماج الكاتب مع نفسه وكتابه من أول الكتاب حتى نهايته. لعنوان أصنام صاحبة الجلالة وقع يفرض الكثير من الهيبة والوقار، وإن كان ينطوي على دعوة واضحة وتصبح أكثر وضوحا بعد قراءة الكتاب إلى تحطيم أصنام هي برأي الكاتب أشد خطورة على الرأي العام من سائر الأوثان. وفي الواقع ليس ما يغري على التكسير أكثر مما هو متجلبب بالوقار والهيبة، فتحطيم ما لا حول له ولا قوة جبانة ما بعد جبانة، وسمة الضعفاء العاجزين إلا على من هم أضعف منهم. حسب جمال دملج أنه منسجم مع نفسه بأفكاره وأدائه من أول صفحة في كتابه وحتى الصفحة الأخيرة،
وإن كان يعتبر أن الروس بقيادة فلاديمير بوتين جنس من الملائكة وأن الأمريكيين كائنا من كان قائدهم شياطين مجنحة أصحاب مصالح دنيئة في كل وقت، وأن العرب مغلوب على أمرهم لا دور لهم سوى أن يكونوا مفعولا بهم وعليهم. بدوره تحدث دوملوج عن أسباب اختياره لعنوان الكتاب، معتبرا أن الأصنام تتحدث دون أن تتحدث من خلال وسائل الإعلام، منتقدا المنظومة الإعلامية المرتهنة. صاحبة الجلالة كما هو معروف مهنة الصحافة، الأصنام هي هذه التي يمكن أن تتحدث، أن تنطق دون أن تتحدث. نحن نعيش الآن في ظل ضجيج إعلامي فرضته علينا الكثير من الفضائيات العربية، بدءا من صعود نجم محطة CNN في أعقاب الغزو العراقي للكويت وعملية عاصفة الصحراء التي قلدت. CNN انطلقت على ما أذكر عام 1991 1992 MBC قلدت، وبعدها BBC في عهدها الأول الخدمة العربية بين 94 و96، ب97 الجزيرة، بال2000 قررت قناة أبو ظبي منافسة الجزيرة، لم تتمكن من ذلك لأسباب تتعلق بطبيعة دولة الإمارات العربية المتحدة وارتباطاتها السياسية، وبعد ذلك رأينا سيل الفضائيات العربية وغيرها. فطبعا عندما قررت أن أقول أصنام صاحبة الجلالة هي تلك الفضائيات التي تنطق دون أن تتحدث أو تتحدث دون أن تنطق، نظرا لأنها جميع هذه الفضائيات لم تتمكن من الخروج من فلك المنظومة الإعلامية الغربية التي بنتها بالأصل واشنطن من أجل التجويج لسياساتها ومصالحها على حساب سياسات ومصالح الآخرين. Мы с нею расстались, судьбу выбирая свою, судьбу выбирая свою. И вот мы стоим посидевшие, где все родились и росли. Отсюда из детства ушедшие, мы родину вновь обрели, мы родину вновь обрели. Течет наша речка неспешная, краю. Давненько мы с нею расстались, судьбу выбирая свою, судьбу выбирая свою. Аздика
نشكر كل من انضم إلينا وتفاعل مع صفحة برنامجنا حديث روسيا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يمكنكم الاستماع إلى الحلقات السابقة من البرنامج، كما يمكنكم الاستماع إلى تلك الحلقات على قناة جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي على موقع يوتيوب. دعت الهيئة الإدارية في جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي في لبنان الخريجين إلى مؤتمرها الدوري الذي يعقد في جلسته الأولى الساعة 9 من صباح الأحد الواقع في 15 من كانون الأول الجاري، على أن تعقد جلسة ثانية في حال عدم اكتمال النصاب عند 10. ويتضمن المؤتمر عرضا للتقارير المالية والإدارية وانتخاب هيئة إدارية جديدة. أصدقائي، استمعنا ضمن فقرتنا الفنية إلى أغنيتين للفرقة الشعبية الروسية أوراليسكايا غارمون، ويعود تاريخ تأسيس الفرقة إلى العام 1988، حيث اجتمع في مدينة تشيليابنسك الروسية 30 عاملا في السكك الحديدية في المدينة وعزفوا معا على آلة الأكرديون على خشبة مسرح قصر الثقافة الذي ترأسه لودميلا أغابوفا. وأسس العازفون بعد تلك الحفلة فرقة متجانسة حملت اسم أوراليسكايا غارمون، أي أكرديون الأورال، بقيادة ألكسندر ميلينيكوف الذي تعلم بنفسه العزف على تلك الآلة منذ كان في 10 من عمره. وهكذا انطلقت رحلة الفرقة التي حصدت شهرة كبيرة داخل روسيا الاتحادية على صعيد تأليف وتطوير الأغنية الشعبية، وظهرت ألبوماتها الغنائية الأربعة تباعا بعد تألقها في مهرجان العزف على الأكرديون بمدينة إيفانوف. Москва, Златоглавая.
قدمت لكم هذه الحلقة زينب فقيه من إعداد عماد الدين رائف. Ещё чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.